دكتور هويدا، اهلا وسهلا بحضرتك معنا. اهلا بيكي. والحقيقه دي فرصه يعني نعود الى كتاب لك عن اعلام الازمات. نحن في هذه المنطقه الان في ازمه ولها جوانب متعدده. ما هو اعلام الازمات يعني وبما يتميز؟ هو الحقيقه فعلا يعني زي ما حضرتك كده ذكرتي، احنا بنمر بازمات كثيره، وربما طبعا ازمه غزه من الازمات اللي هي لأنها بتخص المنطقة العربية، واللي احنا شاهدنا فيها من يعني أحداث دايماً بتثار كلمة دور الإعلام في الأزمات. دور الإعلام في الأزمات هو دور ليه خصوصية مهمة، إلى الحد إن احنا يعني أصبح هناك يعني أصبح حالياً في مفهوم بنطلق عليه إعلام الأزمات، ده مجازاً إن احنا بنقول إعلام الأزمات. ليه بنقول إعلام الأزمات؟ لأنه أصبح دلوقتي يعني تخصص حتى في كليات اللي هي المتخصصة، كليات الإعلام أصبح في يعني مسار بيهتم بكيف يعني في منهج اسمه إعلام الأزمات. في بعض المقررات أستاذ متخصص في هذا؟ يعني ده فعلا بدأ يظهر منذ عدة سنوات، يعني يمكن البداية يعني بدأت فكرة كيف يكون للإعلام دور في الأزمات عندما مر العالم بأزمات كبرى كان الإعلام ليها دور مؤثر ومهم جدا. ربما يمكن من حرب فيتنام يعني هو وتأكد ده بشكل كبير جدا، وكان نقطة تحول وانطلاق كبير في حرب الخليج بالتحديد. ليه بقى في الحرب دي بدأ؟ يمكن احنا عشنا بقى خلاص دلوقتي بعد ما مرينا بعدة أزمات وأصبح دور الإعلام موجود في الأزمات، والإعلام مهم في أرض الواقع وداخل يعني مناطق الصراع، لكن في أيام حرب الخليج هي اللي بدأ فيها يبرز بشكل كبير جدا دور الإعلام، لدرجة ان احنا كنا بنسميها لو حضرتك يعني تتذكري الحرب الإلكترونية، الحرب المباشرة، وظهر فيها دور السي ان ان. ما كانتش معروفه يعني سي ان ان كانت يعني في التغطيه المباشره للحرب بالظبط، لان هي دي اللي كانت وكان ليها المراسل بتاعها اللي هو بيتر ارنات اللي اكتسب يعني شهره عالميه نتيجه ان هو كان متواجد في قلب الاحداث. فمن اول حرب الخليج بدا يتيقن العالم والمؤسسات الاعلاميه اصبحت يبقى ليها دور كبير جدا في الازمات. ليه؟ يعني احنا مثلا لو قارنا في حرب فيتنام، يعني عبر مثلا ما العالم كله عرف بوجود هذه الحرب او بدايتها قالوا استغرقت عدة ساعات، لكن من أول حرب الخليج لما ظهرت لما قامت حرب الخليج كان بالتغطية المباشرة بقينا نشوف على شاشات التلفزيونات، بقينا نشوف الحرب بتدار إزاي، المعارك في يعني على أرض الواقع، والمراسلين كانوا اللي هو بنسميه مثلا البث المباشر من بالظبط كده، ده ما كانش موجود قبل كده. وتطور طبعا تطور بشكل كبير، بس حضرتك لو رجعنا حاليا دلوقتي اللي بيحصل في غزة هو نفس ما كان بيحدث في النظام اللي تم ابتداعه في حرب الخليج. ليه بنقول بقى الإعلام أصبح يعني ليه أو تخصص كامل اسمه إعلام الأزمات؟ لأن وقت الأزمات أنا كمواطن عادي ما عنديش يعني معلومة مباشرة، أو بستقي هنا كل يعني معلوماتي ومعارفي وبكون اتجاهاتي من خلال ما يمد لي إعلام الإعلام بمعلومات وبيانات. طبعا بقى بغض النظر البيانات دي بتتوجه ازاي، بيتم تقديمها ازاي للمواطن، ده اللي هو كشفت عنه كتير من الاحداث اللي هي خاصه بالازمات. فلذلك بدانا نقول ان بقى اصبح دلوقتي الاعلام ليه دور مهم جدا، الى الحد ان ايام حرب الخليج وده اللي بيتكرر حاليا دلوقتي في حرب غزه، بقينا نتكلم عن ما يعرف بحاجه اسمها كده البول سيستم، او حاجه اسمها الامبيدد جورناليزم. امبيدد جورناليزم يعني الاعلام اصبح مكون موجود مع الجيش، مع الطرف يعني مشارك في الحرب، كانه مشارك في الحرب، بالتالي انه كان في بيتكون مجموعات من المراسلين من الشبكات المختلفه بيتوجهوا بيقيموا اقامه دائمه مع المنطقه اللي فيها المنطقة مثلا عدوان او حرب او طبعا بقى ده بيحدث هنا بقى حاجات كتيره بتحصل، ممكن يحصل توجيه معين، طبيعه المعلومات والتغطيه بتكون يعني بيتم توجيههم، يعني في قوات التحالف مثلا ايام حرب الخليج كانت هي اللي بتوجه ايه المناطق اللي يتم زيارتها. طب من يوجه حاليا؟ ايه البيانات؟ نفس السيستم اصبح يعني بيعاد انتاجه مره ثانيه.